Two charges are placed on the x-axis, one of 2.5 micro at the origin and the other of minus 3.5 micro at x بتساوي 0.6. بيقول لي find the position on the x-axis where the net force on a small charge واحدة ثالثة q would be zero، بغض النظر عن قيمة ال q وبغض النظر عن إشارتها. طالما الشحنتين مختلفتين يبقى لازم الشحنة الثالثة اللي يكون عليها صفر تكون برة حدود المسافة بينه. وجهة الأصغر يعني مثلا حاجة زي هنا كده، بغض النظر هي موجب أو سالب، هحط Q هنا. لو كانت موجب هيبقى في تجاذب بينها وبين السالب وتنافر بينها وبين الموجب فيتعادلوا بعض، ولو كانت سالب تجاذب مع الموجب وتنافر مع السالب. ولازم دراع الشحنة الكبيرة يبقى كبير ودراع الشحنة الصغيرة يبقى صغير. يعني لو فرضت المسافة دي x، دي هتبقى x بلس 0.6. ليه؟ احنا قلنا ده موجب، هو قال لنا ده موجب، موجب مع موجب يبقى دي الاف بتاعت 2.5 تنافر، الاف بتاعت 3.5 تجاذب. تذكروا القاعدة دي، اذا الشحنتين متشابهتين يبقى اي شحنة من بره تيجي عشان تبقى عليها قوة بصفر لازم يبقى بينهم، بغض النظر هي موجبة او سالبة وبغض النظر عن قيمتها. لو الشحنتين مختلفتين وعايز شحنة تالتة بغض النظر عن قيمتها والساين بتاعها وعايز القوة اللي عليها صفر، لازم تكون بره الحدود وجهة الأصغر، عشان الأصغر مع مسافة أصغر يديني قوة تساوي الأكبر مع مسافة أكبر. احنا عايزين الإف بتاعت 2.5 تساوي الإف بتاعت 3.5، يعني الكي في الكيو اللي قالنا عليها دي مش مهم قيمتها انها هتتشال بعد شوية، في 2.5 مش مهم تكتب الوحدة لانها هتشطب مع بعض، عايز تكتب ما تكتبش اكتر من كده زي ما هقول لك مايكرو بس. وهنا المسافة اللي هي اكس تربيع ده بيساوي ايه؟ بيساوي كده طبعا الابسولوت ده على فوق بس على كله نفس الشيء، لان الاكس عمرها هتكون سالبة طالما بتتربع. ك في كيو في 3.5 على المسافة بتاعتها اكس بلس 0.6 هنا طبعا تربيع، زي ما قلنا الابسود بس فوق كافي. ده راح مع ده، والماكرو الماكرو اللي هنا راح مع اللي هنا، والكي راحت مع الكي. بصوا الكيو بغض النظر اشارتها موجبة سالبة، هو كده الاشارة هتروح مع الابسود وبغض النظر عن قيمتها اتشطبت. يبقى احنا اللي هنطلع منه هنطلع بيه من المعادله دي ان 2.5 على اكس تربيع، وبغض النظر عن الوحدات اللي اقصد الاسس يعني 10 اس 6 مع 10 اس 6 كلهم راحوا مع بعض، 3.5 على اكس بلس 0.6 كل تربيع. وساعتها الاله مشكوره، احنا فرضين ان دي مسافه ما تقولش ماينس وبلس، هي هتكون ماينس اتجاه يعني اتجاه السالب من الزيرو من الاوريجين وبالتالي هتكون سالبة، بس انا بتكلم على مسافة دلوقتي. 2.5 على الفا اكس بتساوي 3.5 تقسيم الفا اكس بلس 0.6 واقفل القوس شيفت سولف، قول مثلا 2 متر 5 متر اي رقم كده يعني، فهيطلع متر جهة اليسار طبعا كده لا في حاجة غلط، اني مطلع تخيل 2.5 على اكس تربيع يساوي 3.5 على اكس مظبوط كده شيفت سولف 5 مثلا، اور ممكن تقول ان اكس تساوي ماينس كذا متر، يا اما ماينس يا اما تقول ان هي جهة اليسار، وهنشوف دلوقتي تطلع كام. طلعت ماينس 3.21، بس احنا ممكن نقول ايه نجيب القيمة الموجبة ازاي، لا ده رقم كبير 2 مثلا، فالمعادلة ليها حلين، فطلع الحل السالب، انا عايز الحل القيمة الموجبة 3.27 جهة اليسار او ماينس 3.27 متر.
وتسكت، يا اما كده يا اما كده.